هاد البرنامج ديال التلقيح ضد كوفيد 19 غادي يعطي واحد الامل كبير باش تفتح الحدود في وجه السفر، خصوصا المسافرين، لان البضائع الحدود مفتوحه وكت بليز او موان خدامه. بالنسبه للمسافرين كما كتلاحظوا بان جميع الحدود مسدوده والدول كتعمل دي ريستريكسيون، كتعمل شروط باش المسافرين يسافروا. هاد التلقيح غيعطينا الدول وبالاشراف ديال المنظمه الصحه العالميه بالخصوص المنطقه المسؤوله عن الحدود، انها باش تخرج للوجود واحد التصريح ديال السفر، ان باسبور دو فواياج، دو باسبور دو سونتي، تصريح صحي ديال السفر اللي غيسهل على الناس هاد التحاليل ديال البي سي ار. يعني ملي غيكون تلقح اللقاح الاول واللقاح الثاني يمكن له ياخذ هاد الجواز ولا شهاده التطعيم اللي كتخول له انه يتنقل في جميع الدول والمناطق ديال العالم.